دابا وقت مشروبات الطاقة. صافي تسطيتو تسطيتو وغنديها وغنشوف شكون اللي غيطيح في الثمن. ديما كتشوفوها كتقول لي بغيناها وما عمرني شديتها حيت شوية غالية. اوكي السلام عليكم الخوت زازلوس اوفرتوز. حنا عاوتاني جينا لاحسن سوبر ماركت في اكادير اخوتي وفي السلام بالضبط وغادي نزهاو ديال بصح حيت اليوم التحدي اللي غنديرو غالبا غنتسيزا فيه ولكن الدراري غيفرحوا فيه ديال بصح. يا كاشكا يا كمكا نشرح لكم دابا التحدي اللي غنديرو هنا اخوتي. كما كتشوفوا اول مشارك هو يوسف وعنده الشبكه ديالو. الا كان عندك الزهر غادي تقطع عمر هاد الشبكه بكاع داكشي اللي انت باغي. واشكا اشكا واش غنسيزيك دابا نشوفو. خاصك تخدم العقل. واش معروف عليا انا العقل؟ العقل ما عندكش صافي ما تخافش. ويونس زايا اش كاين يونس؟ كاين والبارح يوم ملكي اليوم غتعمر الشبكه في السوبر ماركت انت زايا عندك القضيه. زايا هاكا. المهم دابا غادي نشرح لكم التحدي اخوتي. التحدي اخوتي ساهل بزاف. قرب 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 كيف ما كتشوفوا كاين عندنا هاد نيسكويك شوكولا دايره 14 درهم. انا غادي نهزها مثلا ولا نهز اي حاجه هنايا وغادي نقول لهم شحال الثمن ديال هاد الحاجه اللي جابها اكزاكت هو اللي غادي يديها. فهمتوا؟ فهمنا. هاكاك يلا اخوتي ما تنساوش ديروا واحد لايك اشتركوا في القناه تفعلوا الجرس بطبيعه الحال تسولوا على البلاصه ديال السوبر ماركت غنحط لكم لوكاليزاسيون في الديسكريبشن اخوتي باش تجيو خصوصا الناس ديال السلام هنا راه كاين اي حاجه بغيتوا اخوتي. زايا اول حاجه غادي نهز هي ميلكا اللي عزيزه عليهم كامل عزيزه علينا كاملين بطبيعه الحال. كما كتشوفوا دايره 22 درهم. كاينه هادي شوف كبيره وكاينه هادي ولكن المهم انت ليهم هادي انا هي الاولى ونشوف شنو واش غيعرفوا الثمن ديالها ولا لا. اش من سله غتحط هادي دابا؟ هنا 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 يلا سير. شحال كتوقع الثمن ديالها؟ هاديك غادي تكون 28 درهم. 28 شحال كتوقع؟ شحال كتوقع الثمن ديالها؟ 25 35 25 ودابا تقد معايا 25 واحد جوج ثلاثه شحال؟ 25 انت 25 انت شحال قلتي؟ 28 هادي كيتوقعوا 28 شحال؟ 30 انت؟ انا 20 21 لا وانت 20 35 87 20 20 درهم انت قلتي 20 درهم انت شحال قلتي؟ 35 لا 25 25 وهي دايره 22 درهم. ويوسف يوسف قربتي هاك الصحة والراحة. أول حاجة ربحها يوسف ميلكا ميلكا كبيرة صراحة راه سيوس وعمرها السلة صافي صافي خرج من التحدي. لا هادي غالبا غيتصيدوا فيها. علاش؟ حيت دابا فيها بروموسيون كانت دايرة 25 دايرة 15. يا ربي ما يكونوا سمعوني. يا خوتي ناضية هذا اللي ما غيربحهاش غيبقى فيه الحال. اخويا شو كيساق لي بحال القيصم. سلة خاوية هاد السلة خاوية جبت لكم واحد الحاجة واعرة مستعدين تشوفوها. واحد جوج ثلاثة أول مرة هادي من داكشي ديال كيندر سوربرايز. واحد المادة غالية ما نعرف ما نعرف غالية ما نعرف اش كاين يوسف عارف علاش شناهي كيندر كنتي كتشوفها في الاشهار تاعي ياك. يلا شوف يوسف انت الاول توقع. هادي دايرة 35 35 35 38 38 28 35 شحال كتوقع انت؟ 30 30 دوي معنا بالعربية 30 30 درهم. شحال سمح لي؟ شحال؟ 45 درهم. خمسة اشكا شحال؟ انا 40 درهم. 40 درهم؟ إيه. فين غادي؟ الساط راه كاين هو غادي 40 درهم. شحال قلتي انت؟ 35 لا 35 انت 30 انت؟ 45 واخويا شوف قلنا اللي قرب ليه يديه ولكن كامل بعد على هذه غير 15 درهم. شوف والله هذه شوف غنديها حيت واعره ولكن غنديها ليونس. غنديها ليونس اي شوف في الفيديو غيحيح لي اصلا. واحد 15 درهم هذيك البيضه كدير 15 درهم. هذه فيها بروموسيون دايره 15 درهم. شوف هذه سمح لي ما تفقسيش معنا. هذه غنديها ليونس ولدي. لا انا نخليها عند هذا اللي عندي. يا لا ما تخلي عندي والو. ها هي شوف هذه غنديرها في جيبي كاع انا. ها هي اخوتي هي في جيبي صافي صافي هذا انتوما الكاميرا اخوتي شدت هاد البلاصه هادي نحط فيها داكشي ديالي انا. هاي عندكم نقرب شي واحد هنا. لا لا ما تخافش. هادي اخوتي صراحه غيتصيدوا في الثمن ديالها. علاش؟ كنشدوها في مرجان ب 20 درهم ياك. هنا دايره غير 18.5 يعني رخيصه. لا سوا ليز ولا برينجلز يعني غنهز ليهم وحده ليز. ليز كيحماقوا على ليز كاملين وغالبا غيتصيدوا في الثمن حيت دايره 18.5. يا سلام برودوي جديد زيد واحد واحد زوج ثلاثه. اوه هذه بغيت الثمن ديالها تقريبا بالتدقيق. ما تبعدوش ما تقربوش. هاك 20 درهم 20 درهم. ها انت
شنو؟ 30. لا هو لا هو صافي 19. هاك انت؟ انا 19. لا لا سي تمام غير 19 هو قال 19. يلا زيد شحال دايره هادي؟ 19 اونص وانت يا قلتي 20 واذا اللي ربحها هو مكه ودايره غير 18 اونص هنايا نبقاو نشدوها من هنا. والله لا كلشي رخيص. لاتي بليز اخوتي والله الا لي زناد يا واه زايا يوم والله الا ما وميلكا. دابا وقت تنز اخوتي وقت الضحك شويه غندير لهم هذا باس السردين ديال جولي ولا طون هذا ولا يمكن باس السردين دير 7 درهم اونص جولي. اسمع اسمع هذا البرودوي ما نوريش لكم ولكن غنعطيكم 4 ديال الاثمنه وغادي تختاروا كل واحد يختار رقم. واش داير 7.5 ولا 8.5 ولا 9.5 ولا 10.5 عاد ديك الساعه نعطي لكم تشوفوا شنو هو. يلا شكون اللي قال 8.5 شكون اللي قال 7.5 حتى 8.5 انت؟ انا ملي جبت 11.5 لا 10.5 10.5 8.5 انا 9.5 انت؟ انا 7.5 7.5 انت؟ انا 10.5 هاك فاتسر لي جولي بعدا جولي ناضي والله يديك بيتزا لي شتي الله يسخر شوف هذاك غير بصحة وراحة والله إلا ناضي شبع مازال ما شفت والو بقى جبت 7.5 بصحة وراحة لا يا حبيبي لا 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 14 درهم اخوتي. المهم ها هو شوفوا الثمن ما نقدرش نقولوا حيت هما كاينين في هذا الرواق هذا اللي هنايا. المهم ها هو الثمن ديال هذه اونص شفتوا بالجبنه ليز. لا 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 بديتي انت الاول قبيله يوسف. هذه دايره 10 10 درهم 10 كا ما تنساش 10 ليز هذه ماشي اللي درت تيز. هذيك دايره 16. متاكد اسك مكه؟ متاكد انها دايره 16. انت شحال قلتي 10 10 هاك انت 17.5 17.5 كتزيد 14. الحمد لله شفتيها لاصق 14.5 اجي اجي واش ما ديتي والو اجي اجي دي اتاي دي اتاي صافي باقي يلاه بدينا التحدي شنو التحدي ولا يلاه بدينا التحدي نعمرو بعدا لا راه غادي نعمرهم بجوج ديالي ماشي دابا وقت رقائق اخوتي ديال الافطار كاين هادو هاد جولد ياك داير 9 درهم هاو جولد وكاين نيسكويك حتى نيسكويك نفس الثمن غنهزو نيسكويك هما بحال بحال المهم انا هز نيسكويك داير 9 درهم ونشوف شي جبدو هذا راه فيه الثمن انا مزير عليه نيسكويك فيه بروموسيون هذا ما نعرف ما عرفتش ما نقولش لك شحال هما كان انا كنقول هذاك غيكون داير 12 درهم هذاك راه سدنا على الثمن باش ما تشوفوش 15 13.5 انا جبتو شحال 9 9 اذا اللي ربح هذا هو هذا كان 10 ولكن نقصوا 9 درهم بروموسيون هذا مولف كتفطر انت بهذا الشيء اي قلت 14 قلت 13 وانا زعما قلت انت راه واعر في هذا الشيء تاع دابا نعطيك شنو فيها رصا دابا وقت مشروبات الطاقه شوفوا الاثمنه ديالهم اوه هذا الشيء ما شي وحدين ما عمري شفتهم ما تقولش لي باور هورس 12 درهم لا هذه انرجي باور هورس 14 غنشدو باور هورس لا ريد بول شنو غنشدو كاينه هذه عاوتاني درينك باور شنو هي هذه وقيلة درينك باور اي غنشدو درينك باور هذه واو تي كتبان شوف 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 القوة خوتي القوة يا سلام هربانة في الديكور ديالها دراري 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 صافي تسطيتو 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 ها هي هذه جديدة 22 درهم هذه جديدة 22 درهم انت شحال قلتي؟ 22 درهم قلتي هذه 22 درهم شوف شوف كي تشربها تولي بحال هذا الشيء شوف 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 نجيك انا هذه بشحال؟ هذه 11 نجيك انا بشحال؟ شحال؟ هذيك هذيك 10 ولا 9 المهم 10 درهم 10 درهم 12 انت شحال قلتي؟ 11 انت قلتي 12 انا قلت 10 قلتي 12 12 يلا واش 12 ولا 12 ونص؟ قال 12 ونص انا خارج اللائحه واخا يلا سمع انت قلتي 11 ونص وهو 12 ونص وهي دايره 12 وقلت لك 12 لا قلتي 12 ونص في الاول اذا لعبوا زين بومبك اللي ربح يديها قلتي 11 ونص هو قال 12 ونص يلا سير لا زين بومبك ماشي تضربوا
سير اليوم الطاقة أنا ما شديت ربحت الطاقة ديال يونس ولد خويا غشاد سيدي دراتني يا صاحبي وانا مريض صباعي كيضروني راه تشوف ايه انت والله الا عمرو بها الشبكه صاحبي ولكن ديال يونس شوف كاين القزبور رد القزبور بلاصتي تحمى يا راه صاحبي صحة الراحة قيسها قيسها باردة ما كنتش نفتح تحت شرب عادي غادي نخلصوا عادي ماشي قدامنا ماشي قدامنا حنا قدامكم واحد جوج ثلاثة اسمع اسمع لا هو اسمع اسمع باردة عرفتي علاش كتبغي تشرب باردة خلاص لي واه يا لالا شي جبنا مشروب واحد اخر سي سي دابا غادي ناخذ لهم كاشير كاين هذاك هو اللي قدامي دير 7 ونص هذاك اللي غادي ندي اجي اجي بلاتي بلاتي واجدين كاين باور شربتوها صحه والراحه ما تذوقهم لا ما ذوقتهم هاكك ناضي دابا جبت لكم واحد المنتوج اخر وغنعطيكم عاوتاني اثمنه كانت هنا على حساب الشمس واجدين اللي عرف الثمن ديالو غيدي اش داك لشي باور ما عندك جهد اوكي واش 5.5 ولا 6.5 ولا 7.5 ولا 8.5 5.5 6.5 7.5 8.5 5.5 انت 6.5 انت 8.5 انت تبقى 7.5 واخيرا ربح يونس كاشير هاك عرفتي اش دير ليه هاك الزمر ديالك غتقطعو تاكلو اي صافي على قبل هذا المهم عمرنا بعدا كاين شي حاجه هنا ثقيل 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 وصراحه ما تقيلش عليك ثقيله ثقيله عادي صافي المهم باقي يشغم علينا هذا انا واحد واحد حتى تخرج شوف هذا ديرو مع الحليب كذا اللعيبات والله الا عندي داك الشي ناضي انا اللي عندي شويه على فوق سيف عليه جولي جولي متخجولي جا الوقت ديال الشكلاط كاين بزاف ديال الماركات ولكن اوف كورس هما غيبغيو غير نوتيلا شوفوا الثمن ديالها عقلوا عليها هو خوتي ياك وغنديها وغنشوف شكون اللي غيطيح في الثمن دي وحده من الفوق عرفتي وطيح شي قرعه يا ربي السلام المهم نوطي لا خوتي الثمن ديالها مناسب نشوفوا واش غيجبدوا ولا لا ناري واش واجدين مستعدين هذا البرودوي اللي جايب الهربه اشنو ولكن حيت نتوما وجه الفقر حتى واحد فيكم ما يكونش راه انا الاول نقول شحال 30 درهم 30 درهم 30 واه 30 هاد القرعه كامله 30 فكره زوينه هادي شحال 75 درهم 75 واش هادشي غالي فيديتي لشي وحده كادو جاني هذا فيديت جاك كادو قالت لك الثمن لا قالت لي راه شريت لك نوتيلا ب 75 لا دابا فكرت قالت لي الصف هذا داير 12 شحال 12 درهم برا برا قال لا 600 الغطايه ديالو ولا شنو 60 درهم 60 درهم 12% ريال انا نقول 45 درهم اوه عاوتاني ما كنشوف انا كنثيق فيك في الحدس ديالك شكون اللي في نظرك جاب الثمن ديال هذا 75 درهم شوف 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 75 درهم نتايا انا 30 درهم انا بغيتي نحط لك ملكه هنا يلا حطوا الصندوق انا نحط وجدوا الصندوق حطوهم الفوق 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 هادي هادي غتحط غتحط هنا لا هنا وقيله لا هنا شحال قلتي انت 12 60 درهم هاك 57 درهم واو انا شحال قلت قلتي بزاف 75 برد برد على راسك ما جابش ليا كره شوكولاتة نوتيلا شوفوا غادي نعطيهم فرصة عاوتاني حيت هادي شفتهم حماقوا عليها غادي ننزل لهم هاد لينكس هادي دايره 10 درهم فقط هاي هاي نعطيهم فرصة حيت علاش بان لي بلا هرب ليهم بسبب هاد باور هورس وهاد الشيء هاد مشروبات الطاقة دابا غندي لهم هادي لينكس ياك دايره 10 درهم صديقاتي السيدات سادتي كيفاش صديقاتي اسمح لي ابتسامي كنضحك سلات سلات لينكس مشروب طاقة جديد انت واحد سلام معاك ولا ربحتي هذا اش غيوقع لك انا قلت 12 12 درهم انت شحال نقول اخويا هذاك كدير 20 درهم هذه 20 درهم 20 درهم شحال 14 قلب على الثمن 14 ونص شحال 22 درهم فاصلة 30 عاود عاود 22 فاصلة 30 شحال؟ 14 ونص قلت الثمن اللي قلتي في الاول 14 ونص 20 12 هذه واقيلا غندي انا حتى واحد ما جابها علاش؟ 10 درهم ودا قال 12 وقريب ليها ولكن اخويا راه قريب ليها قريب ليها ولا شي قريب ليها ولا شي 12 هذا قال 12 لا ما دياش انت عطيه الله يسهل عليك انت عمرتي كاينين الصحة والراحة
سير بصحة راه عسير. قال لي اسيدي حتى انا غنفتح باش نفقسكم اخويا بزاف وخرجنا الدخان وي وديالك انت خرجنا العافيه بصحة الراحه كي جات ولكن شو ديالي الله الا زوينه وغاليه على ديالك غالي على ديالك لا ولكن ديالو كبير على ديالك ديالو غتكون غالي على ديالك ديالو هو كبير على ديالك حط انت ديالك قال لك شنو ديالي قال لك اللي داق ما بقى ما داق المهم بصح الراحه ناري خوتي ما يمكنش هاد البرومو اللي كاينين هما باش غادي نقدر انني نصيدهم هذا كندير سبعه داير ثلاثه غنهز منه خوتي شي اربعه ولا خمسه ولا ما شحال واللي جاب ثمن واحد غيدي هادو بربعه يلا بلان ساهل ويا سلام ما غيعرفوش محال واش يعرفوا اللي جاب الثمن ديال واحد غيديهم كاملين واحد الا جبتي الثمن ديالو غتدي هذا الشيء كامل يلا سير يوسف شحال 10 دراهم كيت كات بصحتك يستاهل 10 دراهم شحال 7 دراهم هذا 7 دراهم واقيلا فايت شريتيه انت اسي هذا يكون 8 دراهم 8 دراهم هذا 8 دراهم بربعه ولا بواحد الواحد هاك يونس يا درهم يونس ما عمروش راه كيت كات لا ماشي درهم لا لا جوج درهم انا بيمو وقفت لي درهم يشري بيمو ديال درهم ومول شحال دابا تعطيه شحال درهم لا لا قول شي ثمن قول شي ثمن جوج درهم جوج درهم ونص سيدي ما فوت 50 ريال 50 ريال وكثير عليه وعرفتوا شكون ربح شكون يلا وجدوا السلات وجدوا وجد السله راه كيت كات راه كيت كات ما بغيتيش ما عارف ما واش عرفتي شكون اللي ربح شكون هذا بشحال 3 درهم بروموسيون بشحال كيدير في الاصل؟ سبعة راه فين هو هاد كيت كات؟ يجيبو كيت كات عنده الصحراء شو كيت كات ما قدرتش يتجاوب خوتي سنعود لكم بعد قليل حط هذاك تما باش يتخلص وعض هذيك اخويا عض شو الاخر كيضرب انا رغفت حد جولي هذا وين كيضرب قدامنا صح احترموكم صح صوره ما بقاش بزاف البرودويات ولكن داكشي اللي باقي مفاجئ صح الراحه قبيله صدمهم كيت كات ودابا غيصدمهم هاد الشكلاط ديال النسل يا خوتي ها هو هذا داير 29 درهم المهم نتوما راه يبان لكم كنهضرب شويه باش ما يسمعونيش غندي لهم ونشوف او تبارك الله ثقيله خوتي شوف الدراري نسلي شوكولات اسود واعر قيس عامر قرقاع ولوز ما عرفتش داكشي شتي ما تقيسو قيس هذا قيس الشكلاط ناري وما تجيبوش هذا ماشي عادي كيف العام كنت حشمة يوسف شوف 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 كي داير قيس انا سنة سنة شتي بحال اش داير نشوف غا الثمن ما كيفاش شحال هذا 9 دراهم 9 دراهم لا 9 دراهم ونيسلي هذا الصاط هذاك غادي يكون 16 16 درهم 16 هذا ما نعطي فيه حتى 8 دراهم علاش بروموسيون خفتي عاوتاني اللي يكون بروموسيون داكشي علاش جبتي 8 درهم من اجل المدام غادي نربح انا في التحدي هذا الثمن تاعو 19 درهم انا نقول لكم واحد الحاجه الصراحه قربتي للثمن ولكن ماشي بزاف هذا راه كان داير 35 ودابا بروموسيون داير 29 وهذا نسله وجه الفقر راكم ما كتفهموا حتى بزاف الشكلاط شكون اللي قريب للثمن انت ولكن ما نعطيش لك لا قربتيش ليه مزيان يونس ما قربش لي مزيان قربش لي ميلكا ميلكا ب 9 دراهم ايه ميلكا ونيسلي ومني تشوف نيسلي شكلاط لا ما قربش لي ردوا بلاتي بلاتي اللي كيقصي هاد نيسلي في كومونتير شكلاط يقول لنا واش هذا ناضي ولا ماشي ناضي ناضي يا صاحبي راه نيسلي عمرك ليناه عمرك ليناه وجه الفقر واش حنا عمرنا والله لا ديتي اسمح لي لا لا واه تي من 29 ل 19 قرب ليها صاحبي لا هرب صافي اجي صافي نصيفطوا لك المدى صافي نصيفطوا المدى لا يا نضحك معاهم شويه عاوتاني صابونه دايره 4 ونص ديال الفخ شنو ندير لهم كاين الغوز هذه كبيره هذه 6 ندير الخضر لا الغوز 4 ونص الله يرضى دير لهم صابونه واجدين مستعدين جبت لكم صابونه علاش علاش كي طيحتيني واسع الله يلاه اش كيديروا الناس بالصابون ديال الاخر ديال هذا الشيء ماشي ديال ديال الصابون الفيديو الجاي ضروري انا باغي شي حاجه انا كنبغي بزاف واخا الا عرفتي الثمن ديالها غنزيدك جوج بروموسي وحده اللي منيه وحده اللي صريه هذيك جوج دراهم اه جوج دراهم انت 3 دراهم او مول فين كتشري الصابون 70 درهم 70 درهم ما كنشريهاش لا لا عيقتي شوف هذه كلها لا دخلات الحصه وتعال الهالو 100 درهم اجي جوج جوج شكون بغا شوف الله
انا بغيت نغسل بها وجهي ما لقيتش الصباح راه هي راه الجدره كدير وراه لا لا ديالي ما خصوش يديها ما خصوش يديها خصني ندير حتى واحد فينا ما خصو يديها لا صابون خذها والله تاخذها لا لا شوف انا باغي نغسل وجهي الصباح دايره 3 دراهم اونص عطيه لا لا شوف زوج والله تاخذها لا لا ديال اشكا ديال اشكا 3 دراهم اونص صحه الراحه كيبانو بريفال شي واحد بعدادي صغيره هذا اخوتي اللي كتشوفوه ديما في الاشهار وفي الفيديوهات عند شحال من صناع المحتوى ها هو داير 10 درهم غادي ندي ليهم ونشوف واش غيجبدوه ولا لا هاد اللعيبه اللي جبت لكم ديما كتشوفوها كتقول لي بغيناها وما عمرني شديتها حيت شويه غاليه وديما عرفتي شنو باك كبير كنلقاو كيدير شي 60 درهم ما نعرف ما نعرف الله يعلم واخا دابا علاش كنحس براسي امي وسطكم هذا هذا غالي شحال داير يونس قدر انت الاول قبل منكم قبل منكم شحال داير واحد شحال داير نعطيه 11 درهم ونص 11 درهم ونص تقريبا شحال 10 دراهم 10 دراهم لاصقه سير شوف هذا يكون 6 دراهم لاصقه 6 دراهم سير 12 لاصقه 12 لاصقه اذا يونس واخا مسكين امي ولكن جابوا شحال 10 دراهم هاي 10 درهم وهذه اول مره غنشدو ما فيهش بروموسيون اول مره غنشدو غتشدو تنفتحوا هنا لك قدام الكاميرا صح الراحه انا مالي ديالك هذاك كونوا فتحوا على ما فتحتي الصابونه قبيله وهادو لا صابونه الكاميرا المهم الخوتي لا برصاتكم لوكاليزاسيون اللي كاينه في الديسكريبشن غنوريكم فين تجيو الا جيتوا للسلام من طبيعه الحال اكادير الا جيتوا للسلام كاين رايان هو داك رايان ملي كتنزلوا مع الشارع ديالو غادي تسولوا على سوق ممتاز دارنا انا وريتكم البلان يا لويزا سيدي قال لك ديرنا بوز كافي خلينا نقصيو داكشي اللي شدينا من السوبر ماركت شو 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 ويلي 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 دق 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 قرمش القرمش او ماي جاد او ماي جاد سير 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 برد مو بريده لي 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 قولوا للممرضه لي 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 دراري كتبوا لنا في الكومنتيرات واش كتبغيو ليز ولا برينغز بحال هكا تصويت صافي اللي كيبغي ليز يقول لي ليز اللي كيبغي برينغز يقول برينغز باش نهار نديرو شي تحدي هربان في وحده فيهم صافي صحه وراحه السيمكه عجبك الفيديو ديال اليوم شنو غتقول للمتابعين كنبغيكم كاملين ديال اشكا هذه لا حتى تاعي كنبغيو ها كنبغيكم شويه اجي نبغي اشكا خويا اجري قلتي شنو غتفتح انا صابونه بوزواك صاب لا تفتح الصابونه غتاكلها لا شنو فتحها ونشوفوها الريحه ديالها كي داير خصك تعرف من دابا الريحه ديالها باش انت تبغي تستعملها قالوا لك بينك باسيون المهم اخوتي هذا الطبيب يفتح الصابونه واه على ريحه فيها ناضيه ناضيه تخلي الريحه هي هادي هي الريحه هادي بصحه الراحه وحلفتي تتحلها ضروري فيها كريطينه صابونه ترجعوا لها من بعد 3 ايام ما تلقاوهاش داك الريحه شو واش عجبك دايره في جيبك دابا غندوق دار الصابونه في جيبو اخوت او اسمع 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 او علاش كتحل تتقب من تحت واش شنو فيها كيعجبوني هاد اللعيبات حسب شي هديه هادي مقرمله ماشي بحال ليز صحه الراحه زاهي اخوتي شنو شنو الداخل ديالها ما شوش عامره ولا خاويه حيت راه كيقولبوا كتكون هادي هاد الخنشه كبيره ياك وكيكون فيها اي شويه سوس 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 نشوف واش فيها شويه ولا بزاف شوف فيها النص ايا ايا تا ما نسامح لك فيهم تاكل فيهم الشيطان بصحة الراحة نشوف شنو هي شنو هي قصتي فكرون فكرون عاد عاد الصحراء عطيه هذيك الصابونه غير يحتاجها احتاجها الكرون هذه راه المهم غنعض واحد العضيضه واش هذاك فم هذاك فم ما نقدرش نعض غتعرف تعض فم خلاص نعض مركب السنان قدامي مركب السنان سمحوا لي عضه ديال الفيران شنو تقول للمتابعين راه تهلاو فيك درنا لك يوم ملكي وعجبهم الفيديو عاودوا قول ليه درنا شي يوم ملكي الله يجازيكم بخير عليك مع ميلكا ناري 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 شو كيدير ليا شو كيدير ليا شحال من قطعه فيها سته سته كا كل نهار ضرب وحده يعني ست ايام اخوتي غيبقى خمسه دقائق خمسه دقائق وفشات فين هي اخويا يلاه تفكرتي نادي نادي قدام
الصراحة. المهم اخوتي يوسف كيضرب ميكا وكنتمنى لكم عجبكم الفيديو، ما تنساوش لايك اشتركوا في قناة فعلوا جرس باش يوصلكم جديد. الاشتراك هو انك كتضغط على ديك البوطونة الحمراء وفي نفس الوقت كتكليك على داك الجرس اللي كاين حداها كدير ليه ترين ترين. اغلبية كتكون مكتوب عليهم صابوني، ورك على ديك صابوني غادي تولي بيضة وتولي صابونة. صابونة عطيهم صابونة.